صباح الفل يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ سلام عليكم. الاول ايه رايكم في الجو الشتا الجامد ده؟ بعد ما خلصت فتحنا شويه الدنيا وقفلنا تاني عشان التراب وكده، وصلينا وفطرنا. هطلع فراخ، انا عندي متبله فراخ للشوي. انتوا عارفين يوم الاجازه ده لازم يكون فيه فراخ مشويه. الناس اللي سالتني ان انا حاطه التفريز فين، انا حاطاه في الفريزر العادي جدا بتاع توشيبا، ما شاء الله كبير وبيشيل، والاكياس مش واخده حيز نهائي. لو لقيتوا الاكياس دي في اي مكان قدامكم هاتوها، لان هي بتاخدش حيز. دول بواقي الفاكهه اللي فاضله عندي من اخر حاجه كنت خزنتها، يعني تعرفين انا ما بخزنش كميات كبيره. هفطر قدام برنامج توب شيف، صراحه يعني بستفاد منه كتير، حاجات بسيطه بس يعني تريكات بسيطه كده في الاكل، بس الصراحه بحبه. عموما النهارده دي كانت الحلقه الاخيره تقريبا، هعمل دوره غسيل غامقه. بستعمل اوكسي، الاول كنت بستعمل برسيل جل، وجربت اوكسي الشهر ده ما يختلفش كتير عنه، يعني هو تقريبا نفس الكواليتي بتاعه. بحط غطا منه، بحط نص غطا من الخل، لان الخل بيحافظ جدا على الالوان الغامقه، لا بتبهت ولا بتغير ولا بيعمل فيها اي حاجه، يبقى زي الفل. وكمان احط شويه كلوركس الوان علشان لو في بقع الغوامق ما يبقاش باين فيها البقع قوي، فالكلوركس الوان بيظبط الدنيا. مسحوق البودر مش بستعمله نهائي مع الغوامق لانه بيسيب اثر فيها. اما بقى الفيلفيتا ده، يعني انصحش اي حد يجيب ان هو ريحه ليه بالخوغ دي، وحشه جدا جدا جدا، يعني الى حد الناس اللي بتتقبل ريحه الخوخ، بس هي مش ريحه خوخ، تحس انها كرفه على دواء كحه كده يعني. فاخر مره هجيبه، اول واخر مره هجيبه. لحد ما دوره الغسيل تخلص همشي على الشقه كلها بالسجاد. انا كنت شايله السجاد امبارح وكنت منفضه وعامله شايلة كل ده ومسحة، فالنهاردة مش محتاجة ان انا حتى اعمل الفرش بالسجاد بالمكنسة، يدوب بس همشي المكنسة على الارضيات مكان مكاننا مكان قعدنا كده بتاعي يعني. انما امبارح كنت شايلة السجاد ومسحة الشقة كلها. والنهاردة برضو هعمل الفراغات تأكيدا عشان التراب اليومين دول مش حابة انه يتراكم. الناس اللي قالت لي بتعملي الشقة التنظيف الاسبوعي على قد ايه، بقسمه على يومين، كل قطين في يوم وهكذا، الموضوع بيبقى سهل عليا، دايما بعمله اربع وخميس. لوكا كانت صحيت، باباها كان نزل مشوار، نعم هي الدنيا مطرة وربنا يستر، بس مش مطول يعني، هو على وصول. هفطرها واحدة جبنة نستون كده وواحدة وعلبة زبادي، وطبعا الفيدروب ده اكيد يعني احكي لكم بقى مشواري مع اول سنة اللي لسه ما طلعتش كاملة، يعني جزء منها بس اللي طلع، في فيديو الواحد ان شاء الله، بس لما تطلع للاخر علشان اقول لكم اللي حصل بالظبط. عدلت السرير بتاعها لان هي دايما بعد الفطار ممكن تلعب شوية وتحب تقيلها بتاع ساعة بتاع، فتبقى الدنيا تمام يعني. بنفض السرير كويس جدا وبعد كده بطبق لها الحاجة بتاعتها. اللي انا فرشها على السرير دي كوفرت، انا دايما بغيرها يوم او يوم لا. طبعا كنت غيرت لها البامبرز قبل ما اعمل لها اي حاجه، وبحب اغير لها هدومها تاني يوم كده علشان نحسسها ان هي في حاجه جديده في حياتها.
خلاص في التوقيت ده كان باباها جه واستلمها بقى، وانا استلمت المطبخ عشان عندي حاجات كده عايزه اعملها النهارده. فيه كان في كذا علبه من العلب بتاعه الخزين بتاع الاكل كانت فاضيه، زي علبه المكرونه الدقيق، فقلت املاهم المره لاني ما بحبش استعمل الاكياس ومش صحيه اساسا. يعني العلب دي يا جماعه ما بيتحطش فيها حاجه سخنه، هي نمره 5 ومخدومه وجودتها كويسه جدا، بس معموله للحاجات البارده. يعني لو انت عايزه تجيبي حاجه زي كده تشيل فيها حاجه في الفريزر لازم تكون بارده تماما. جبت شوفان عشان بعمله للوكا بقالي شويه، فان شاء الله الوصفه بتاعته الحادقه هتنزل لكم في الفيديو اللي بعد ده، والحلوه هتنزل لكم في الفيديو اللي بعد. انا عامله على وصفتين وفي منه وصفات كتيره جدا، حتى نعمل منه شوربه للاطفال ان شاء الله. فعشان كده انا جايبه اللي هو سهل الطبخ ده، مش جايبه الحبه الكامله، ده بقى مكسر شويه وده انضف نوع اللي هو لينو، ده ممتاز جدا. كمان كنت جايبه واحده مرق دجاج كده فقلت افضيها، ما بحبش اسيبها في الكرتونه بتاعتها، بحس انها مزيته وحالتها حاله كده، فبفضيها في علبه برطمان ازاز وبحطه في رف الخزين عندي، لما يقرب الصيف شويه اروح مدخلها التلاجه. فايز السوهاجي ده انا استعملته مره واحده قبل كده تقريبا او مرتين، ودي تالت مره او تاني مره، حلو جدا وجربته قبل كده في كذا كيكه والدنيا تمام يعني، فقلت افضيه بالمره عشان دي كان عندي خلصان، وكنت جبت الخزين وفي حاجات حطيتها مكانها وحاجات تانية ما حطيتهاش. لو عندك دقيق شويه اركنيهم على جنب قبل ما تفضي النوع التاني، يعني ما تحطيش نوعين على بعض. الناس اللي سالتني على البوكسات دي عمليه ولا لا، عمليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لما لي حاجات كتير جدا، كل صوصات الزيت العسل الطحينه، لما لي حاجات كتيره جدا. هعمل دلوقتي دقه بحطها على السلطه، بحطها على اي حاجه ممكن تتخيلوها تبقى سريعه كده. ده ملح اللي هو كوكس، فضي علبه كامله وحطيت عليها الحمره دي بابريكا، معلقتين كبار كده عشان يدوني لون بس حلو، وحطيت معلقه صغيره كزبره عشان الكزبره ريحتها تبقى قويه شويه، وكمان طحنت شويه كمون وحطيتها عليه. بقلب كله على بعضه تقليبه كده محترمه لحد ما كله يندمج مع بعضه، وبعد كده بديله طحن طحنه كمان في الخلاط وبشيله في العلبه بتاعتي. ده بيكون شكلها بيبقى لونها محمر شويه، دي احنا بنقول عليها دقه. هقفل لكم الفلاش بتاع الكاميرا في التوقيت ده بس عشان تشوفوا لونها، لونها على بينك كده شويه. بتاع ده ملح كمون كزبره وبابريك عشان تديكي اللون ده، وكمان طحنت شويه كمون لانه كان اخر الكمون اللي عندي اساسا يعني في العلبه بتاعته خلصت، فدول كان اخر شويه عندي طحنته. كنت جايبه توم بصراحه كان مركون بقاله شويه، فقلت بدل ما يبوظ اعمله انا بقطع الراس بتاعته كده، وبعد كده بشيل كل القشر الزياده وافصصه في صوص صغير، بخليه في صوص بس زي ما انتم شايفينه كده، قلت بدل ما يترمي خساره هفصصه واعمل بيه دقه اللي هي دقه هريسه الشطه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. فاسهل طريقه عشان تخلي التوم يتقشر بسرعه حطيه في ميه لمده نص ساعه، هتبصي تلاقي القشره بتطلع بكل سهوله. دقه التوم اللي هي الهريسه مع الهريسه اللي هي الدقه الحاره انا عملتها معاكم كتير قبل كده. انا هعمل الغدا النهارده هيبقى فراخ مشويه ورز بسمتي بالبهارات بالكركم والكاري. وعلشان لوكا هعمل كوسه محشيه لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه اللي انا هستعملها دي ما فيهاش اي بهارات، واخده بصلتين اللي هو البصل الاخضر، واخده الراس بتاعته مقطعاه في نقطتين زيت ومشوحاها، وحط عليها اللحمة المفرومة. عملتها معاملة اللحمة المعصجة عادي جدا بدون اي بهارات نهائيا، يدوب شوية كمون وذرة الملح اللي انا بحطها عشان تعدل بس الطعم، وهحشيها للكوسة وشكرا على كده. انا عاملها على قدها كم واحدة لان انا عاملين احنا فراخ مشوية، مش حابة تاكل الفراخ المشوية والرز اللي هو البسمتي ده لان البهارات بتبقى في دي ودي كتيرة جدا، فبلاش البهارات نكترها من دلوقتي. انا بعمل الكوسه بالوش بتاع المقوار، بالنسبه لي اسهل من كتير جدا. انا عايز اقول لكم جايبه مقوار اللي هو بتاع الكوسه ده ملوش اي 30 لازمه، المقوار بتاع البتنجان ده اسهل حاجه، بشرشر بيه الكوسه وفي نفس الوقت بطلع القلب بتاعها وبتبقى معايا 100 كله 10. القلب ده انا مش هرميه، القلب ده مفيد جدا جدا. ونصيحه لما تيجوا تقشروا الكوسه بلاش تقشروها كقشر كانك بتقشري بتتصايل، حاولوا تكحدوها كده او تشرشروها لان اغلب الخضار الفايده بتاعته بتكون في قشره والقلب بتاعه.
زي ما قلت لكم القلب بتاعها احنا مش هنرميه، احنا هنستعمله وبيتاكل عادي جدا. الإفيهات حلو جدا جدا. يعني انت لو هتعملي انت مثلا كوسه باللحمه المفرومه او بطاطس باللحمه المفرومه في الفرن، تقدري تاخدي القلب بتاعهم تحطيه على بعضه مع طماطمايه في على البوتاجاز، يطلع احلى اكل واكل مغذي جدا كمان للبيبي. انا ما صورتلكوش الجزء اللي انا بحط فيه اللحمه المفرومه اللحمه الفراخ المشويه، لاني عملته معاكم قبل كده، وكمان عملت الرز بالكركم والكاري معاكم قبل كده، فمش حابه ان انا اكون مكرره يعني اللي بيحصل في اليوم بالظبط، بس الحاجات اللي عملتها معاكم قبل كده مش حابه ان انا اكررها من اول وجديد. ما تكتروش البصل في اللحمه، حاجه بسيطه خالص بس عشان تبقى اللحمه ليها طعم. خلاص هما انا عامله بالظبط كام واحده هيكفوها يومين ويمكن زياده كمان، لان انتوا عارفين اكله البيبي في فتره التسنين بتكون قليله جدا. القلب بتاع الكوسه غسلته كويس جدا، وشلت جبت طماطمايه، الجزء اللي فوق ده يا بنات في الطماطمايه بتاع الزهره بتاعتها الاخضر ده لازم يتشال، لان قلت لكم قبل كده بتاخد الكيماوي منه، الطماطم بتاخد الكيماوي من الجزء ده فلازم ترموه. هقطع طماطمايه صغيره كده ترنشات صغيره وهقلبها مع قلب الكوسه وارص الكوسه بتاعتي فوقيها. طبعا في التوقيت ده كانت الفراخ في الفرن، الفراخ بتاخد وقت شويه، بس اللي سالتني الفراخ المشويه ازاي بعملها على الفرن بتاعي من تحت، بحطها على الوش اللي حطيتها فيه الفرن نص ساعه، ونص الساعه التانيه بقلبها على الوش التاني، ما بتحتاجش شوايه اصلا. التوم خلاص بقشرته، لحد ما الاكل كان استوى كنت قشرت التوم وعملت بهرست الشطه وعملت له البهارات بتاعته، وكنت عملت معاكم قبل كده، هحاول ادور لكم على اللينك بتاعه. طبعا انا اسفه ما صورتلكمش بقى الاكل وازاي اتحطوا الكلام ده كله، ده كان الشكل العام النهائي يعني، علشان ما حبيتش ان الفيديو طول اكتر من كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، استنوا بقى الفيديوهات الجايه التانية. انا اسفه والله اتاخرت عليكم، بس لوكا كانت طالعه لها سنه في بدايه انها تطلع، يعني يا دوب لسه طالعه حرفها كده، فما اقولكوش يعني، فادعوا لنا ربنا ييسر الحال، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.